الشوط الخامس. إذا مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلاقة الشوط الخامس للخيل المهجنة لاصيلة تكافؤ درجة الرابعة، الشوط مخصص للخيال القطريين مسافة 1600 متر. سلامات إن شاء الله، سقوط لهنا صالح سالم المري مع وي دريم، لكن إن شاء الله هو بخير وعافية. عموما نشاهدون التقدم لرقم ثلاثة إنجليك كوين مع المدرب حمد الغزالي ملك السادة اسطبل الأزرق والخيال راشد علي الصعاق المري. المركز الثاني بشعار السادة مربط إنجاز والمدرب جاسم الغزالي محذوف رقم 6 في المركز الثاني مع الخيال عبد العزيز جابر ضرمان، ايضا تحركات من اقل الاوزان المعتز رقم 12 من تدريب احمد قبيسي ملك السيد راشد بن مبارك الجفالي العيمي والخيال برانيل ارفند، ايضا تحركات من خلال كل الشوس رقم 9 مع الخيال سلمان الهاجري، وهنا المدرب حمد الجهني ملك السيد سعيد علي الكبيت الخيارين. الجهات تدفع نحو المنعطف الأخير، لازلنا نشاهد الشعار الأزرق في المقدمة والمدرب حمد الغزالي وهنا راشد الصعاق المري. المحاولات تأتي من محذوف من الجهة الخارجية وكنيشيوس في المركز الثالث، أيضا تحركات من خلال جولدن بيير، ولكن من وسط الجهات نشاهد ماي بوي هيري مع المدرب زين محسن ملك السيد خالد عبد العزيز الكواري ومتعب علي الصعاق. الجهات تدفع بقوة، ربما تغيير في المراكز نشاهد وإياكم من آخر 200 متر حتى الآن. انجليك كوين في الصدارة، محاولات ماي بوي هيري إلى المركز الأول وأيضا كلشيوس، ولكن ماي بوي هيري رقم واحد وأعلى الأوزان مع متعب علي الصعاق والمدرب سهير محسن والسيد خالد عبد العزيز أحمد الطارش الكواري إلى المركز الأول وصدارة الشوط الخامس. The official results for the fifth race of the evening. The winner, horse number one, My Boy Henry, Khalid Abdulaziz Al-Kuwari, trained by Zuhair Mohsin, ridden by Mateb Ali Al-Mari. Second, horse number nine, Conscious, Al-Mamzer Said Ali Al-Khairin, trained by Hamad Al-Jahani, ridden by Salman Fahad Al-Hajri. Third, horse number 11, Yardan, Al-Mamgan, trained by Alban Demuel, ridden by Farley Bughanaim. Fourth, horse number three, Angelic Queen, owned by the Al Azraq Stable, trained by Muhammad Al Ghazali, ridden by Rashid Ali Al Murray. And fifth, horse number seven, Cloak and Dagger, owned by Sir Fala Sawaid Al Ajmi, trained by Muhammad Al Ghazali, ridden by Kais Al Basaidi. نتائج الشوط الخامس للخيل المهجنة الأصيلة تكافؤ الدرجة الرابعة، حلف المركز الأول رقم واحد ماي بوي هنري، الملك السيد خالد عبد العزيز الكواري، المدرب زهير محسن والخيال متعب علي الصعاق المري. ألف مبروك المركز الأول. حلف المركز الثاني رقم تسعة كونشيوس، الملك السيد سعيد علي سعيد الخيارين، المدرب حمد جهني والخيال سلمان فهد الهاجري. المركز الثالث رقم 11 يردان، المالك السادة أمقارن، المدرب البندميول والخيال فالح بغنيم. المركز الرابع رقم 3 أنجليك كوين، المالك السادة الصبل الأزرق، المدرب محمد الغزالي والخيال راشد علي الصعاق المري. والمركز الخامس رقم 7 كلوك أنداجر، المالك السيد فالح السويدة العجمي، المدرب محمد الغزالي والخيال قيس البسعيدي. المبروك للمراكز الخمسة المتقدمة الأولى، وحظ أوفر للذين شاركوا ولم يحالفهم الحظ.